قال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الأردني الدكتور محمد المومني إن الجميع يدرك حجم التحديات والمخاطر التي يواجهها وطننا العربي الواحد بفعل الصراعات والأحداث الدامية والأوضاع المقلقة التي يعيشها الأشقاء في عدد من الدول المجاورة. ولفت خلال افتتاحه اللقاء 11 لشباب العواصم العربية إلى أن الأردن أدرك مبكراً أهمية دور الشباب في الحياة العامة، فعملت الإرادة السياسية الأردنية بشكل جاد على وضع وتنفيذ الخطط والاستراتيجيات التي تكفل اطلاع هذه الفئة الهامة بدورها كمحرك رئيس للعمل والإنجاز باعتبارهم الشريحة الأوسع والأكثر تأثيراً في المجتمع. وقد أضحى لزاماً على الشباب على اعتبار أنهم الشريحة الأكبر والأكثر تأثيراً أن يسهموا في تجاوز هذه التحديات وإطفاء شرارة العنف وإيقاف لغة الكراهية ونبذ سياسات التفريق من خلال تغليب لغة الحوار البناء والتوحد خلف ثوابتنا المقدسة وثوابت مجتمعاتنا المقدسة والالتقاء على مصالحنا المشتركة بما يخدم مستقبل الأمة ويحافظ على تاريخها المشرف. وأوضح وزير الإعلام الأردني أن صناعة جيل شبابي واع ومثقف يعني مستقبلا أكثر إشراقا ووطنا أكثر إنجازا وعطاء وأمة أقوى تماسكا، ومن هنا بات لزاما على الشباب أن يتشاركوا جميعا في خدمة وطنهم العربي والوقوف صفا واحدا في وجه قوى التطرف التي تشوه تاريخهم وحضارتهم. كما أضحى واجب علينا أن نقف بكل حزم في وجه قوى التطرف والإرهاب التي استباحت هذا الإقليم والتي تشوه صورة ديننا الإسلامي الحنيف السمح الذي يدعو للسلام ونبذ العنف، وقيمنا العربية الأصيلة من خلال نبذ الغلو والتطرف. قيمنا العربية تدعو للشهامة والمروءة وإغاثة الملهوف لا للتطرف ولا للغلو، ورفض انتهاك كرامة الإنسان وتغليب لغة العقل والمنطق والهدوء لننهي بذلك استهداف حياة الأبرياء وتشريد الآمنين ووقف دوامة العنف من حولنا. وطالب الشباب الذين يمثلون 13 دولة عربية بضرورة إشراكهم في صناعة القرار باعتبار أن مشاركتهم حق إنساني أصيل في سبيل الارتقاء بالحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.